السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال روح؟ أنا زميلتكم أبرار المنسي ورح أكون معكم في شرح المحاضرة الأخيرة من محاضرات مادة الإيثكس اللي بتحكي لي عن هل المورال مثلاً يتعارض مع الليجل أو هل القانون يتعارض مع الأخلاق والعكس صحيح وهكذا. تمام، نبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. Introduction بحكي لي في patient أجا عنده aplastic anemia which is a type of anemia، إنه patient's bone marrow can't produce any type of blood cells سواء red, white or platelets. تمام، and this patient requires bone marrow transplant. He asked his cousin but his cousin رفض to donate بالبون مارو تبعه. case taken to court. أجراح ال patient رفع قضية على his cousin إنه مش راضي يتبرع لي. فالجج أو القاضي dismissed the case as not a legal but a moral one. إذن هاي القاضي قال هاي القضية مرفوضة، يعني لا يمكن إنه السير فيها قانونيا لأنه هاي مش قضية قانونية، هاي قضية أخلاقية، مشكلة أخلاقية بينكم وبين بعضكم، كل واحد عنده مبادئ أفكار ومختلف عن الآخر، بس بالقانون أنا ما بقدر أجبر ابن عمك هاد إنه يتبرع لك غصبا عنه. تمام، فهذا الشيء بيأكد two facts، إنه inability of law to enforce good behavior and protective from harm plus right of individual is honored. يعني القانون لا يستطيع أن يفرض على جميع الأشخاص يكونوا بأخلاق وبسلوك إيجابي وجيد ويكون عندهم morals. تمام، وبرضه إنه حق الشخص محفوظ في القانون، يعني أنت هو ابن عمه رفض to donate so حقك في الرفض محفوظ وownered وما رح نتعدى عليه ونجبرك إنك تتبرع. تمام، حكي لي medical care includes errors, accidents and conflicts of choices sometimes with tragic outcome. ممكن تأدي لي لsevere permanent disability and this is reality. يعني الميديكال كير مش عالم وردي يتم فيه دائما تحقيق النجاحات وشفاء المرضى ويعني ما في أخطاء، لا، بصير في أخطاء، بصير في حوادث ونتائج غير متوقعة، ممكن يصير في تضارب في المصالح وتضارب في القرارات وعدم القدرة على اختيار الشيء المناسب، ممكن بسبب قرار واحد ينتج عندي tragic outcomes يعني نتيجة يعني سيئة جدا وكارثية، ممكن تؤدي ل permanent disability في البيشنت، وهذا الشيء يعني للأسف سيستمر حدوثه مهما حاولنا. تمام، هسا الميديكال دكتورز أو الـ MDs seek to practice ethically and competently guided by behaviors and values of model practitioners. يعني بحكي لي إحنا الميديكال دكتورز بيسعوا إنهم يعملوا بكفاءة أو to provide the medical care competently وethically يعني. تمام، طب إيش هو النظام أو القانون اللي بيحكمنا وبيحكم تصرفاتنا وقيمنا في الميديكال كير براكتس؟ بحكي لي في إشي اسمه موديل براكتيشنرز. هذا موديل براكتيشنر يعني هو موديل للتعامل مع الهيلث كير. تمام، بحكي لي كيف لازم تتعامل انت في الهيلث كير فيلد. لازم يكون عندك مثلا انتجريتي، اونستي، كونفيدنشياليتي وكل هاي القصص. فانا في عندي موديل اسمه براكتيشنرز موديل، بحكي لي ايش هي البيهيفيرز والفاليوز اللي انا اتعامل معها في الميديكال كير براكتس. تمام، بحكي لي نيو لوز ابيرد ان ميديكال براكتس ديو تو نيو ديفلوبمنتس ان ذا فيلد. يعني صار في عندي ديفلوبمنتس بالميديكال براكتس تطلبت نيو لوز من هذه القوانين الجديده، انه صار في عندي ديستنسد ادمنستريشن ان كوربوريت ستراكتشرز. يعني صار عمل المستشفيات تقريبا زي عمل الشركات الكبرى، ويصير فيها distanced administration يعني إدارة عن بعد، distanced يعني في مسافة ما بين المدير والأشخاص اللي هو عم بديرهم. تمام، صار في عندي إدارة عن بعد. تمام، وبرضه صار في عندي change بالgovernment
البيمنت سيستم، يعني كيف التأمين الصحي الحكومي للنظام الرعاية الصحية تغير هذا الحال، تمام؟ مش زي زمان. ف من الأمثلة على التغيرات في الـ Government Payment System إنه صاروا يتبعوا نظام اسمه الـ DRG اللي هو Diagnostic Related Groups. إيش يعني؟ If we Google it رح يطلع عندي إنه Diagnostic Related Group is how Medicare and some health insurance companies categorize hospitalization costs to determine how much to pay for your hospital stay instead of paying for each individual service. A predetermined amount is set based on your DRG. يعني ايش بحكي لي كل هاي المصطلحات الكبيره؟ بحكي لي انه الدياجنوستيك ريليتد جروب هو نظام بلشت تتبعه بعض شركات التامين والجوفرمنت بيمنت سيستم، يعني التامين الحكومي لي للتأمين. كيف يعني؟ بحكي لي أنا باجي بقسم المرضى على groups، يعني diagnostic related groups، أنا كل مرضى بحطهم بجروب، هدول مرضى hip replacement، هدول مرضى leukemia، هدول مرضى مثلا كسور أو أي إشي، تمام؟ فبقسم لي كل مجموعة من المرضى بجروب، وبحكي كل شخص من هاد الجروب بحتاج مبلغ معين to stay at hospital، تمام؟ عشان أوفر له الرعاية الصحية. ممنوع يتجاوز هاي البجت اللي أنا خصصت له إياها. فكل شخص يعني خليني أحكيها هيك بالعربي شوي، كل مرض أو كل مريض إله سعره اللي نصرفه عليه في عشان يضل في المستشفى ونقدم له الرعاية الصحية. فهذا الإشي يعني صار يعمل شوية عوائق، تمام، قدام الهيلث كير بروفايدرز. فبحكي لي this result انه the results of these new laws انه صار في عندي legal restraints have extended to many new areas of medical practice. يعني بحكي لي صار في عندي قيود قانونية انه انا لو اضطريت انا لو بدي اخلي مثلا مريضي كان محتاج فترة اطول أو بحتاج ضعف المدة، ضعف المبلغ اللي أنت مخصص له إياه، أو بحاجة special interventions أنت ما بتوفر لي إياها في الريشورنس. فهذا بحط يعني قيود على الهيلث كير، لأنه legally مثلا حيكون مش مقبول بالنسبة لهاي الانشورنس كومبانيز، ويدخلنا في مشاكل يعني صارت تأثر على الميديكال براكتس. طيب بحكي لي هون معلومة جديدة، there is wide belief among MDs that moral depends on legal. يعني كل شيء moral عند الMDs، بحكي لي كل شيء moral هو لازم يكون legal، وكل شيء immoral لازم يكون illegal. But in reality this is not يعني working، ومش هو الشيء اللي تم تطبيقه. طيب بحكي لي مال practice fears enlarges MD's perception of the authority of law. يعني لما أشخاص بصير في عندهم مال براكتس القضاء بتم يعني يحاسبهم. فصار الأطباء لما وعيوا لفكرة سلطة ونفوذ القضاء في محاسبة المال براكتشنرز، فصار عند الأمديز يعني زي خوف من إنه المال براكتشنز وبرضه من الأثوريتي of the law system، تمام؟ hospital administration أو سوري administrators may choose legal values over moral ones for economic reasons. زي المثال اللي حكينا، مثلا legal values بتحكي لك أنت إلك مبلغ معين عشان قدم لك رعاية صحية في المستشفى لكذا يوم، هيك أنت حالتك بتتطلب. ممكن مريضي يحتاج أكثر، ممكن مريضي يكون تعبان بزيادة مختلفة حالته عن الآخرين، مورالي لازم أخليه أكثر، لازم أصرف عليه أكثر، ممكن بزيادة عن البجت اللي هي مخصصة إله. بس بيجي الهوسبيتال أدمنستريتورز بيحكولك لا، أنا راح أقدم الليجل فاليوز على المورال لأنه في economic reasons بالموضوع تتدخل. وزيني الهوسبيتال administrators بتحسهم مع انه لازم يكون دكتور، بس برضو بتحس انهم businessmen، فهيك هم.
رح يضطروا يتخذوا هيك قرارات for economic reasons. طيب one بحكي لي one may have a legal right to do something that is immoral or may have a moral right that's not supported legally زي بالحال اللي شرحناها. يعني القانون يحفظ حق هذه the patient cousin إنه ما يتبرع مع إنه عدم تبرعه يعتبر immoral تمام في المهنة الطبية. وبرضو بحكي لي إنه مثلا هذا المريض إله moral right إنه يتم التبرع إله but it's not supported legally زي ما صار في قضيته إنه it's dismissed تمام. فيعني يتم يعني في اختلاف على هاي النقطة. بحكي لي legal rights derived from law يعني حقوقي القانونية مقتبسة من القانون تمام، بس حقوقي الأخلاقية مش مأخوذة من القانون، بس ممكن إني أستخدم moral rights as basis for evaluating legal rights. يعني مثلا في حالات الطلاق ممكن الرجل أو سوري يعني الرجل ممكن أو يحق له في بعض الأحيان في يعني بغض النظر مش راح أدخل في تفاصيل الموضوع بس الرجل يطلق زوجته and this is a legal right إنه يطلق جوز زوجته but moral right إنه هو مثلا يعطيها المهر ويصرف عليها فترة العدة وهكذا تمام. فهذا moral right إنه لازم أصرف عليك في هاي الفترة هو كان basis legal right يحق للمرأة وواجب على الرجل في هذه الحالة تمام. إنه مش القانون لم نستمد هذا الحق الأخلاقي من القانون تمام، ولكن إحنا عطينا المرأة هذا الحق إنه ينصرف عليها في حالة الطلاق من moral base تمام. يعني هي عندها legal right إنه يتم الصرف عليها ويرد إلها المهر تمام، ولكن هذا legal right أخذناه من base أخلاقي من moral base. فهيك بحكي لأنه ممكن moral rights تكون زي قاعدة أو منطلق ننطلق منه to evaluate legal rights. طيب بحكي لي legal rights maybe abolished by new laws but they cannot eliminate moral rights. يعني بحكي للقوانين المتجددة ممكن قانون اني ابطل اطبقه يطلع قانون جديد ينفيه بس القوانين الاخلاقية ثابتة ولا يتم يعني تغييرها تمام. فهذا الاشي انتجلنا بما يسمى law versus biomedical ethics انه مش دائما الإثيكس والمورالز تتفق مع القانون، ممكن يكون في بينهم تعارض. طيب نيجي ندخل هون على الكورت انترفينشنز يعني التدخل الذي تقوم به بعض المحاكم. هون ذكر لي تو كيسز تاتيانا تراسوف and her boyfriend psychiatric patient. يعني هاي تاتيانا في لها boyfriend، هذا boyfriend يعتبر psychiatric patient يعني مريض نفسي. He killed her. Her boyfriend, Tatiana's boyfriend killed her. طيب أجل judge شو قرر؟ judge hold psychiatrist responsibilities يعني علق مسؤولياته يعني أو علق المسؤولية على هذا الطبيب إنه أنت السبب في هذا الموضوع لأنه كان عند الطبيب negligence يعني صار في عنده إهمال لأنك أنت لازم كونه هذا البويفريند هو psychiatric patient لازم خبرت تاتيانا تراسوف إنه your boyfriend is psychiatric patient تمام. فنتيجة negligence تبعك تم قتل تاتيانا. فاعتبرها القاضي negligence of not informing the girl about the psychiatric condition of her boyfriend تمام. طيب في عندي قضية تانية. نيل باربر prosecuted for homicide in the case of Mr. Clarence وهذه تعتبر medical fatality case. ايش يعني بحكي لي يعني أو خلينا نقرأ للآخر. judge dismissed this complaint لأنه لا تعتبر negligence. يعني بحكي لي
تم مقاضاة الطبيب النفسي نيل باربر، prosecuted يعني مقاضاته، لأنه المستر كلارنس راح قتل نفسه وانتحر. تمام؟ إنه كيف يعني ليش انتحر؟ ليش انتحر مستر كلارنس؟ أنت يا دكتور نفسي مش مفروض بتعالجه؟ ليه يعني مات؟ فبحكي لك الجدج dismissed this case لأنه يعني مش منطقي. ليه؟ لأنه كانت حالة المستر كلارنس ما كان فيها هوب، ومعالجة المريض لن تفيد في هذه الحالة، وما كان الطبيب بيقدر يعمل إشي عشان يمنع مستر كلارنس من الهوموسايد. تمام؟ طيب، فبحكي لي كورت هون بحكي لي إنه إيش هي الكورت justification for intervention in bioethical disputes، why the court sometimes it has to intervene in the bioethical disputes. بحكي لي to protect the patient from harm، يعني بيكون في عندي standard for determining incompetency، يعني هاي الكورت بتحدد لي ستاندرد لازم يشتغل فيها الطبيب وما يتجاوزها، ويكون في عنده تحدد كفاءته وهكذا عشان احمي المرضى من الهار. بروتكشن الهيلث كير بروفيشنالز زي بحالة الباربر، الباربر نيل باربر، انه هاد هيز بيشنت اندرجوز هوموسايدز، فاجوا رفعوا عليه قضية، بس لانه القانون كان معه وما كان عليه حق، هذا الاشي ضمن سلامة الدكتور باربر. تمام؟ اذا القانون ايضا مهم، مش بس لحماية المريض، برضو لحماية الهيلث كير بروفيشنالز، برضو لبروتكشن اوف ثيرد بارتيز، يعني اطراف الاطراف الثالثة، يعني زي مثلا في حالة الاشخاص هو ريفيوز vaccination in epidemics. تمام؟ فبحكي لي هذا الاشي ما بصير، انا حماية للاشخاص يعني الاخرين لازم legally انك تطعم، لانه حق المجتمع اقوى من حق الشخص. برضو for protection of social interest، يعني بحكي لي social requirements of student with contagious disease to stay at home، يعني هي بتشبه النقطة شوي اللي قبلها، انه الاشخاص او الطلاب اللي عندهم contagious disease امراض معدية بحكوا لهم stay at home و don't come to school وهكذا، حماية للsocial interest. برضو من يعني الفوائد لتدخل الكورت respect for norms of the medical profession، يعني احيانا الميديكال براكتس فيها نورمز، يعني فيها اعراف عامه معروفه بين الاطباء بين الهيلث كير بروفايدرز، فهي الاشياء لازم او هاي النورمز it has to be respected. تمام؟ الدكتور مثلا بحكي لي من هاي النورمز انه الدكتور كان refuse to treat patient، ما بيقدر يجي patient يقول لي لا غصب عنك you have to treat me، وانا بدي اياك تعالجني غصب عنك. No, I can refuse to treat you. بس اذا كان الطبيب موظف عند في مستشفى مثلا he can't refuse. تمام؟ بحكي لي انه هاي الحالة less prominent، يعني مش كتير شائع انه الدكتور refuse to treat patient، لانه صار في عندي more respect للpatient choices. بس احيانا الpatient choices تتعارض مع مبادئنا و our morals، وبهاي الحالة I can refuse to treat you. تمام؟ طيب الميديكال انجري MDs tend to underestimate the frequency of real damage to patient، يعني بحكي لي بالعربي مرات الأطباء بصير في عندهم تهاون بالأضرار التي يمكن أن تلحق المريض نتيجة مثلا إهمالهم أو هكذا. خلينا نشوف examples of adverse events due to medical practice. تمام؟ أنا يعني خلينا نشوف الأمثلة أحسن. بحكي لي middle aged with rectal bleeding، أجي عندي مريض عنده في منتصف العمر بيعاني من rectal bleeding، limited sigmoidoscopy was negative، يعني أنا عملت sigmoidoscopy لهذا البيشنت
وكانت نيجاتيف انه ما في عنده اشي. بس ركزوا على كلمة limited. شو يعني limited؟ limited يعني not keen enough to investigate thoroughly during sigmoidoscopy. So it's negligence. يعني الدكتور اصلا هو بيعمل له سيجمويدوسكوبي ما كانش يعني هيك مركز ومتشجع لعمل التشخيص وما كانش حاس انه يعني مش ضروري كثير. فالسيجمويدوسكوبي كان ليميتد تمام، وبالتالي لو صار اني كومبليكيشن عند المريض هذا المريض كان سو ذس دكتور لانه كان في عنده negligence تمام. فبحكي لي البيشنت reassured يعني تم تطمينه انه السيجمويدوسكوبي از نيجاتيف ورجع امورك تمام. after 22 months he lost 30 pounds weight. تم تشخيصه as inoperable colon cancer، يعني صار في عنده colon cancer inoperable يعني ما بقدر انه عمل له عملية جراحية لاستئصال الورم. فهاي الحالة الميديكال براكتس كان فيها نيجليجنس، صار فيها سبستاندرد كير، او الدكتور كان كيرلسنس التصرف تبعه تمام. طيب ناخذ مثال ثاني لأدفرس إيفنتس ممكن تصير في الميديكال براكتس، إنه 8 years old woman with pain and coldness the right leg diagnosed with marked ischemic disease of the leg، يعني اكتشفوا إنه هاي الليج فيها إسكيميا تمام. after thorough investigation and discussion with family الطبيب قرر أو عرض على العائلة a vein graft to avoid amputation لهاي الليج. راح الطبيب والعائلة وافقت وتم مناقشة العائلة كل إشي، عمل الجرافت، عمل الفين جرافت للمريضة but the graft failed and amputation was performed. طيب هل هون الحق، يعني هون الحق على الطبيب؟ بحكي لي no it's not considered a negligence لأنه هاد adverse event صار في العملية بعيدا عن قدرة الطبيب وخارج سيطرته، يعني أنا شخصت صح، أعطيت الأوبشن الصح واللي ممكن ينقذ حياة المريضة ويخليها تتمتع بحياة أفضل والعائلة وافقت، بس أثناء سير العملية لم تنجح، وهذا الإشي وارد في كل عملية، وللأسف اضطرنا أنه نعمل amputation تمام. فهو adverse event بس not a result of negligence تمام. بحكي لي هارفارد ميديكال براكتس ستدي عملوا دراسة تمام، عملوا دراسة لثلاثين ألف selected records from 51 hospital بنيويورك ستيت، يعني جابوا 51 مستشفى من نيويورك واختاروا 30,000 ملف ل30,000 مريض مختلف تمام. ايش الفايندينجز اللي طلعت بعد هاد الدراسه؟ بحكي لي adverse events يعني هي احداث نتجت عن الميديكال براكتس غير متوقعه غير مرغوبه تمام. بحكي لي الادفيرس ايفنتس اوكورد ان 3.7% اوف ذا كيسز، يعني 3.7% من 30,000 كان في عندهم ادفيرس ايفنتس. 27.6% من هدول 3.7% كانت الادفيرس افكت نتيجه negligence تمام، مش زي في الحالة 80 year old woman. لا بحكي لي انه 3.7 كان في عندهم adverse events، 27.6% منهم كانوا نتيجة negligence. طيب analysis of adverse events ايش، يعني كيف ممكن تكون adverse events؟ بحكي لي ممكن تكون drug complications، اعطيته drug صار في عنده hypersensitivity reaction او تعارض مع دواء اخر، فهذا يعتبر يعني من الامثلة اللي ممكن تؤدي ل adverse event. drug complication، wound complication، انتو عارفين انه اي wound ممكن يزيد الريسك لانفكشن مثلا. technical complication، كنت بحاول اعمل له endoscopy colonoscopy
وبأثناء يعني technical والميكانيكال intervention صار في عندي errors أدت لcomplication. تمام، هالأرقام طبعا مخصصة لكل complication. بحكي لي half of adverse events، يعني هدول 3.57% منهم كانوا related للoperation والsurgeries adverse effect وإيفنتس نتيجة أنه صار في عنا عمليات جراحية. إحنا عارفين أنه أي عملية جراحية في إلها different and many adverse effect. تمام؟ طيب بحكي لي الـ adverse effect، هدول الـ adverse event due to negligence were more likely due to non-surgical event، يعني 37% rather than surgical event تمثل 17%. ايش يعني بحكي لي؟ يعني بالعربي بحكي لي انه الادفيرس ايفنت اللي ناتج عن النيجليجنس، تمام، بحكي لي انه 37% منها كانت نيجليجنس نتيجه نون سيرجيكال ايفنت، و17% فقط صار نيجليجنس نتيجه سيرجيكال ايفنت. تمام تمام، 50% منهم قلنا متعلقين في الأوبريشنز. طيب حكي لي error in management، يعني بالdiagnosis والtreatment للpatient were identified in 58% of adverse events، يعني 58% من adverse events كانت نتيجة errors بالمانجمنت، سواء الدياجنوسيس او التريتمنت، من الدراج من كذا من وهيك. half of which were classified as due to negligence، يعني هدول ال 58% الادفيرس افكت الناتج عن المانجمنت ايرور في المانجمنت، 50% من ال 58% هدول كانوا negligence. تمام تمام، خلينا هون ندخل في الـ causes of injuries. طبعاً الـ injuries يعني في لها uncountable causes، بس هون حاط لنا إياهن في categories. أول category is substandard care، يعني injuries ناتجة عن رعاية صحية ناقصة، صار فيها carelessness، صار فيها inadequate knowledge، كان مثلا الطبيب ما عنده معرفة كاملة وبالتالي سبب injury للpatient، skill errors، ما كان بيعرف يخيط منيح، ما كان يعرف يشق الجرح منيح وهكذا، أو faulty judgment، يعني اللي هي error of management زي بالdiagnosis والtreatment وهكذا. هاي كلياتهم نتبعهم تحت بند substandard care، يعني هيلث كير لا ترقى للستاندرد اللي انا حاطها بالوضع الطبيعي. تمام، examples failure to learn patient condition adequately before some procedure، يعني ما كنت اعرف من قبل انه مثلا المريض عنده allergy للبنسلين او allergy لتايب معين من الانستيجيا، واخذنا في بعض الاشخاص عندهم allergy لأنستيتيك معينين، او ممكن مثلا انا مش عارف نتيجة تقصيري في معرفة ودراسة حالة مريضي ما عرفت انه عنده انيميا، ممكن لو دخلته على السيرجري وبعدين صار في عنده bleeding، صار في عنده يعني loss of blood، severe loss of blood، وانا مش عارف انه انيمك، هذا الاشي يودي بحياته الى الموت مباشرة وهكذا. المثال الثاني inadequate evaluation of patient complaint and misdiagnosis اللي تتبع للfaulty judgment زي ما حكينا، ولاك of supervision of trainees، يعني انا لما ما يكون في علي لا رقيب ولا حسيب، بعض الاشخاص طبعا مش انا، بعض الاشخاص لما ما يكون في عليهم supervisor يعني مدير او مسؤول عنهم وبتابع كل امورهم، هذا الاشي يعني بيسيب الامور شوي، فهذا الاشي يعني يقلل من يكون في عندنا standard healthcare practitioner ويكون كل الأمور زي ما لازم تكون. برضو بحكي لي من الأمثلة poor anticipation of complication، يعني ما أكون متوقع الأدفيرس إفكت بشكل ممتاز ومش مجهز حالي إلها. تمام، يعني too optimistic ما شاء الله. ممكن الانجريز الكاتيجوري الثاني اللي نصنف فيها الانجريز انها تكون accidental،
يعني أنا مش متوقع إنه يصير في زي هيك، أو صار في عندي سوري إنجري يعني أبداً لا يمكن التنبؤ بها. It's accidental. زي إنه يصير في عنده هيماتوما مثلاً، زي يصير في عنده allergic reaction مثلاً. في أشخاص عمرهم ما دخلوا تخدير، دخلوا عملية حطنا لهم تخدير معين طلع في عندهم hypersensitivity reaction. طب هاد إشي أنا مستحيل يعني إني أكون أتوقعه، صح؟ فممكن يصير في عنده allergic reaction، ممكن يكون في عندهم wound infection. أنا بنظف لك الجروح وبعمل كل شيء مطلوب مني، بس هل هذا يضمن 100% إنه ما يصير في عندي wound infection؟ لا، ممكن يصير، فهذا بيكون accidental. ممكن يصير إنه hemorrhage أو stroke أو myocardial infarction. هاي كلياتها injuries ممكن تصير suddenly و accidentally في ال healthcare practitioners، في ال operating rooms، في ال emergency department. ف yes. النوع الثالث من الانجريز سيستم فيلير، يعني النظام الصحي نفسه كان فاشل لا يقدم رعاية صحية بعيدا عن الانجريز. أمثلة على ذلك inadequate coverage for night call or emergency room، يعني مثلا بالليل ما بيكون في عندي ممرضين كفاية، ما بيكون عندي أطباء كفاية، ما في عندي أسرة كفاية، الemergency room لا تستقبل وغير قادر على استيعاب أعداد من المرضى، فهذا failure بالسيستم في النظام الصحي. تمام. ممكن كمان مثال communication errors، المريض بيحاول يوصل معلومة معينة، الممرض مش سامعه، الطبيب مش سامعه بالمرة، هاي تعتبر communication errors. برضو physically fatigued professionals، يعني انت الطبيب هالكم شغله مثلا 100 ساعة في الأسبوع ولا 60 ساعة في الأسبوع وكثير تعبان ومرهق، هاد الاشي ممكن يؤدي انه يسبب injuries للpatient، لانه healthcare provider منتهية معه. تمام. وبرضه lack of necessary help by colleagues، يعني في بعض مثلا بتيجي cases على emergency room صعب كتير انه اعملها management لوحدي، لازم يكون في عندي colleagues من different specialties يساعدوني في هاي الكيس، فلو انا ما تلقيت هاي المساعدة ممكن يصير في injury عند هاد الpatient. آخر إشي بدنا نحكي عن المال براكتس سوتس، اللي هي الدعوة القضائية نتيجة الإهمال الطبي. تمام. إيش الكوزز؟ Injuries is most cause injuries in most cases don't result in lawsuits. يعني فعلي إحنا بنتوقع مثلا إنه صار عند المريض إنجري فبيروح يرفع لوسوت، بحكي لي no، مش الإنجريز هي السبب الرئيسي لللوسوت، لأنه البيشنت tend to forgive، يعني خلاص بيسامحوا وبيطنشوا الموضوع، especially in satisfactory patient physician relationship، إنه في عندي ال patient physician relationship من نوع satisfactory، إنه المريض بس بده الطبيب، يعني بيكون بهاي relationship المريض معتبر نفسه أقل من الطبيب، أجهل منه وأنا بس بدي عالجني وكتر الله خير وإنه عالجني وهكذا. طيب malpractice suits require two conditions. أنا عشان الشخص يرفع على الطبيب دعوة قضائية لازم يكون عنده two motivations، لازم يكون في عنده injury أو شاك إنه في صار عنده injury نتيجة هذا التدخل الطبي المعين من قبل هذا الطبيب، والسبب الثاني أو الدافع الثاني الموتيفيشن، يكون في عنده موتيفيشن ليرفع هاي الدعوة القضائية، زي الأنجر، زي الجريف، الحزن الشديد وهكذا. الأمثلة على ذلك، قرأت قبل كم يوم على صفحة مخصصة للأطباء على الفيسبوك إنه في طبيبة عامة كانت بتعمل يعني زي الفحص الألتراساوند لبريجننت وومن، وتابعتها خلال فترة الحمل وكانت شاكة بشي معين إنه الطفل عنده أنامولي معينة، وحولتها على أخصائي للأناموليز، وأجل الأخصائي قال إنه ما في إشي عند الجنين وكله تمام،
بس هذه المرأة ولدت ابنها اكتشفوا انه عنده داون سيندروم، فأجا الوالد هذا الطفل رفع دعوة قضائية على هاي الطبيب العامة انه انت كيف ما عرفتي، انت ليش ما مارستي مهنتك بشكل كويس، ليش ما عرفتي انه ابني رح يكون في عنده داون سيندروم. طبعا هو تحقق عنده الشغلتين، يعني هذا الوالد انه كان تعرض لانجري طبعا، يعني او يعني الاشي الاقوى انه كان في عنده موتيفيشن لللوسوت اللي هو الجريف والانجر. طبعا يعني لا اعتراض على قضاء الله، ولازم كل واحد فينا يرضى بشو ما كان، يحمد ربنا على الأولاد يعني والخلفة بشكل عام. طيب خلينا ندرس هون أو نحكي عن myths in medical folklore regarding legal claims. يعني خلينا نشوف خرافات أو شائعات منتشرة عن الدعوات أو الدعاوى القضائية وإيش الحقيقي وإيش الصح، مش اللي هو عكس الشائع. تمام، في شائعة بتقول إنه lawsuits are prevented by ordering test comprehensively. بحكي لي إنه it's not true since extra tests need to be defensible. تمام، طيب النقطة الثانية poor patients are more likely to sue than other groups. إنه المريض الفقير بحب يرفع دعوة قضائية أكثر من الغني لأنه بده فلوس، بده يكسب، بده كذا. بحكي لي it's not true، يعني أبدا مش صح حسب الدراسات. The poor patient مش هو اللي بيرفع، مش هو more likely to sue the doctor. بس بحكي لي إنه هاي الماث أنشأت عند الأطباء preference إنهم يخدموا الأشخاص المتعلمين واللي يعني يعتبروا مهتمين بنفسهم clean والبيتر بينج بيدفعوا أكتر، عشان هيك صار في كتير دكاترة خاصين مقارنة بالأطباء الكويسين في القطاع الحكومي للأسف. طيب المث الثالثة إن the patients don't want to know details but prefer reassurance. not true، البيشنت لازم يعرف كل الديتيلز عن حالته الصحية وتكون صريح معه، وطبعا إنك تعطي reassurance بس يعني أكيد لازم أعطيهم الديتيلز. المث الرابعة if mistakes are made it's better not to volunteer information to patient or the family of the patient. طبعا هاي كارثة، يعني أنا بعتبرها إذا صار أي mistake لازم يتم إخبار المريض أو أهل المريض بالمستيك اللي تم عمله أو يعني الخطأ اللي صار، لأنه the fidelity of PPR PPR اللي هي patient physician relationship، فال patient physician relationship demands truth thus retain trust. إذا أنا عشان أخلي المريض يوثق فيه وأهل المريض يوثقوا فيه لازم أكون صريح معهم وأقدم لهم الحقائق، ولو صار في خطأ أعترف فيه وأحكي. This part of PPR will prevent more action against medical doctors. يعني ممكن الأشخاص يروحوا يرفعوا دعوة قضائية عليك لأنك خبيت عنهم، بينما لو كنت صريح معهم خبرتهم ما يعملوا أي action تجاهك. تمام، most claims of malpractice involve bad or marginal practitioners. يعني بحكي لي انه او في توقع او خرافة او شائعة انه لما او معظم الدعاوى القضائية التي يتم رفعها على الأطباء بيكونوا أطباء مهملين وأطباء سيئين. في الواقع هذا الشيء عكس تماما، أغلب الأطباء اللي بيتم رفع دعاوى قضائية عليهم بيكونوا من أفضل الأطباء. تمام، طيب الموتيفيشن فور lawsuits قلنا anger وgrief هيهم حكيناهم هون. طيب testimony يعني هاي الشهادة أو هاي الجملة كان شهادة أحد الخبراء، هو testimony في medical legal expert بالمال practice. تمام، بحكي لنا إنه الموتيفيشن للlawsuits هم الأنجر والجريف. فبحكي لي patient sue because we failed in the patient physician relationship. تمام، مثلا كانت العلاقة بيني وبين مريضي too paternal، انه انا بعامله زي كأني انا الاب وهو زي ابني وانا قاعدة يعني بستسخفه او بستقل من قدرته على الفهم وهكذا، وانه املي عليه القرارات بدون مناقشته. البورلي كوميونيكيتيف
relationship برضو تؤدي إلى رفع دعاوى قضائية. الأرجنت إذا أنت كنت مغرور ومتغطرس، طبيب مغرور. ineffective in conveying the patient family that we genuinely care، يعني ما كنت مهتم أبدا أنك تتواصل مع عائلة المريض والpatient وتحكي معه وتفهم منه وهكذا. Whatever the actual injury, when we provoke the anger of people who already under stress of illness and fear of death, the only obvious mean is a lawsuit. يعني بحكي لي بغض النظر عن الانجري، بغض النظر عن المستيك، انت لما تستفز شخص، تستفز غضب هذا المريض اللي هو اصلا اوري تحت الستريس وتحت المرض وتحت الخوف من الموت، وتيجي تستفز الغضب تبعه، يعني اقل اشي ممكن يعمله انه يرفع عليك لوسوت. تمام تمام. بحكي لي legal action are often undertaken not because of poor outcome but because patient family feels that MD has not fully informed them or the MDs neglected them or treated them insensitively. يعني بحكي لي انه اغلب الليجل اكشنز او اللوسوتس اللي تم رفعها مش لانه صار في عندي بور اوتكم من الهيلث كير براكتيشن او صار في شيء سيء مثلا، ولكن لانه اهل المريض او المريض ما حس انه تم الاعتناء به او تم حس انه تم تجاهله او حس انه ما تم معالجته adequately. تمام. كيف ممكن أحمي نفسي وأمنع أني أتعرض للوسوتس؟ بحكي لي maintain professional competence، يعني يكون صاحب كفاءة. No attempts outside one's training capacity، يعني أنت طبيب مثلا باطني لا تتشاطر في النيورولوجي، أنت طبيب قلب ما تتشاطر في الجلدية وهكذا. ما تحاول تتصرف وتعطي قرارات خارج الاختصاص تبعك. برضو no and practice and effective informed consent process، يعني دائما أعطي مريضك المعلومات، دائما تأكد إنه موافق على الأشياء اللي أنت بدك تعمل له إياها وحاطه في الصورة. Avoid accepting patient responsibility in cases incompatible with your ethical principles، يعني إذا كان في عندك المريض في طلب يتعارض مع مبادئك الأخلاقية، ما تتحمل مسؤولية هذا المريض، لأنه أوردي أنت قاعد بدك تعمل إشي عكس أخلاقك ومبادئك اللي أنت متعود عليها. So don't accept this patient responsibility. زي في حالات الإجهاض مثلا، it could be unethical بالنسبة إليك أو مش بروفيشنال أو فأنت ما تدخل حالك في هيك متاهات وبهيك قضايا. Avoid operating on patient when too fatigue or under severe stress، يعني أنت لما تكون تعبان، لما تكون كثير ستريس، ما تروح تعمل عملية لمريض لأنك ممكن ينتج عنها very bad side effects و events. تمام. بعدين learn the state laws pertinent to your practice، يعني تعلم القوانين المتعلقة بمهنتك أو بتخصصك، وين ممكن يتم مقاضاتك، وين كذا، يعني تعلم أنت وين ممكن تخفق وين ممكن يتم مقاضاتك عشان تتجنب إنه يتم مقاضاتك. وأخيرا create and maintain adequate relationship with patients، وهي دائما دائما بحكوا لنا إياها لأنه كتير مهمة في الميديكال كير براكتس. إلى هنا نكون خلصنا شرح المحاضرة، إن شاء الله تكون سهلة وخفيفة ولطيفة وما تغلبكم بعد الشرح، ويعطيكم ألف عافية.